أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين وفي ميادينها لليوم. من الميدان السوري محمد الخضر من دمشق وعلي مرتضى من حلب. ومن الميدان العراقي محمد الفهد من بغداد. ومن الميدان الفلسطيني ناصر اللحام من بيت لحم. ومن الميدان اليمني أحمد زبيبة من صنعاء. ولمتابعة هذه التطورات انضم إلينا في الاستديو الباحث العسكري العميد المتقاعد الياس فرحات. أهلا بك سيادة العميد. إذن أقر مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس بأن المعارضة السورية لم تعد قادرة على إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد. كوتس قال في خطاب أمام لجنة الاستخبارات بالكونغرس أن توازن القوى على الأرض في سوريا تغير جذريا لمصلحة الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك أتاح لروسيا وإيران تثبيت مواقعهما هناك. كوتس قال أن الأسد قد يخوض مفاوضات السلام لكنه لن يوافق على ترك منصبه أو تقديم تنازلات ملموسة. من جهتها نفت موسكو الأنباء التي ترددت عن مقتل مئات الروس نتيجة الضربة الأمريكية في دير الزور. مصدر في الخارجية الروسية أكد أن المعلومات بشأن مقتل مئات الروس في هذه الحادثة مجرد تضليل إعلامي. هذا وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا أن طائرة أمريكية من دون طيار دمرت دبابة قرب بلدة الطبية في ريف دير الزور شرق سوريا السبت الماضي. مسؤول أمريكي قال أن 2 على الأقل من القوات الموالية للحكومة السورية قتل في الضربة. من جهته رفض قائد سلاح الجو الأمريكي في الشرق الأوسط التكهن بشأن هوية قائد الدبابة. في مساء يوم 7 من شباط فبراير تصرف التحالف دفاعا عن النفس، حيث كان مستشارو التحالف حاضرين لدعم قوات سوريا الديمقراطية من قوة معادية تطلق هجوما منسقا غير مبرر عبر نهر الفرات على موقع ثابت لقوات الدفاع الذاتي. وبدأت قوة معادية الهجوم بإطلاق قذائف المدفعية والدبابات على الموقع. واشنطن تسعى إلى هيمنة اقتصادية وعسكرية على الشمال والشرق السوريين. تخوف روسي من الحضور الأمريكي في أغنى المناطق بالنفط والغاز في سوريا ورفض عراقي للسيطرة على الحدود العراقية السورية ودعوة إيرانية للموجودين من دون إذن الحكومة بالرحيل. فاطمة قاسم. تتعالى التحذيرات الروسية من رغبة واشنطن في البقاء بسوريا إلى الأبد. حديث عن دولة مصطنعة شرق ضفة نهر الفرات. الدولة المفترضة تمتد من شمال البوكمال عند الحدود الشرقية لسوريا مع العراق وصولا إلى القامشلي، ثم تذهب باتجاه الغرب إلى محافظة الرقة جغرافيا وإداريا، وستشمل المحافظة بريفها الجنوبي عند مطار الرقة والكتيبة العسكرية ومدينة الطبقة، وريف الرقة الشمالي عند تل أبيض، وريف الرقة الشرقي الذي يصل إلى ريف الحسكة، إضافة إلى عين العرب كوباني وصولا إلى منبج في ريف حلب الشرقي. وفي أقصى الشرق تمتد الدولة في محافظة الحسكة كاملة، وهي المحافظة التي تختزن مجموعة حقول الرميلان النفطية والغازية، حيث قاعدة الرميلان الأمريكية وحقول منطقة الشداد. وتصل مساحة الدولة المفترضة إلى دير الزور الشمالي، حيث أكبر حقل نفطي في سوريا حقل العمر النفطي، وكذلك حقول التنك والورد والجفرة والكونيكو للغاز. بالتوازي مع هذه الهواجس الروسية، يخرج تقدير رسمي عراقي ليفيد بأن الحضور الأمريكي عند الحدود العراقية السورية وإنشاء قاعدة في التنف سببهما الأولوية الأمريكية للسيطرة على حدود البلدين. الأمريكيون يريدون البقاء عند مناطق أعالي الفرات لربط المنطقة عسكريا مع التنف، وتجهيزات القاعدة ترمي إلى كسر حقيقة الربط البري بين بغداد ودمشق وصولا إلى بيروت، وهدفهم المثلث العراقي السوري الأردني، وهم تركوا لتركيا الجزء الشمالي من الحدود. يترافق هذا أيضا مع رفض عراقي لنية واشنطن إقامة قواعد ثابتة لها في العراق، بينها قاعدة جديدة قرب منفذ الوليد على الحدود السورية، مع الإشارة إلى أنه حاليا ما من قاعدة أمريكية خالصة في العراق. 8000 جندي أمريكي الذين هم في البلاد حاليا يتوزعون على السكن والمراكز العراقية.
في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة العراقية قرب انسحاب القوات الأمريكية، فتح عدد من المشرعين ولا سيما رئيس لجنة الأمن والدفاع الباب واسعا للسجال بعد الكشف عن معلومات تفيد بنية واشنطن إنشاء قواعد عسكرية ثابتة في العراق. تقرير محمد الفهد. بنبرة مختلفة هذه المرة جرى تناول الحضور الأمريكي في العراق. رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزامل يؤكد أن واشنطن تسعى إلى إنشاء قواعد ثابتة لها غرب العراق، وأن لديها 8000 جندي ضمن خطتها لإحداث توازن في المنطقة. حديث الرجل جاء على العكس تماما من الموقف الرسمي الحكومي الذي أكد قرب خفض عدد الجنود الأمريكيين إلى 60%. الوجود الأمريكي يعلن عن نفسه هذه الأيام بتصريحات مسؤولين أمريكيين، هم يريدون البقاء في المنطقة، وهذا جزء مما أعلنوه سابقا ضمن تقرير كروكر الرؤية المستقبلية الأمريكية للعراق. وهذا الأمر يطبق على الأرض بمنع تواجد قوات أمنية عراقية أو سورية في منطقة الحدود. لم يدخل الأمريكيون من نوافذ أزمة داعش، بل من أوسع أبوابها يقول المتخصصون. سياق التدريب والاستشارة وبطلب من بغداد كان مظلتهم. انتهى داعش نهائيا، لكن لم تنتهي التساؤلات عن جدوى بقاء القوات الأمريكية وتحركاتها في شمال العراق وغربه. لكن واشنطن مدعوة إلى استخلاص العبر من فترة احتلالها، يقول الرافضون. هناك حساسية كبيرة مفرطة بالنسبة لوجود قوات أمريكية في العراق، خصوصا بعد التصرفات السيئة واستهداف الحشد الشعبي والقوات الأمنية أكثر من مرة، وأيضا بشهادة الكاميرات كان الدعم واضح بالنسبة لقوات التحالف للإرهابيين في شمال العراق. ما خرج من المشرعين العراقيين ربما ليس رسائل سياسية، بل مقدمات لتحولات فعلية ومواقف صريحة تجاه الحضور الأمريكي في العراق، بانتظار الكلمة الفصل للحكومة صاحبة التقدير الأول والأخير للموقف بشأن جنود واشنطن. الحضور الأمريكي خارج ساحة قبول غالبية الأوساط الشعبية والسياسية العراقية، لكنه تحول إلى ملعب الحكومة التي تؤكد باستمرار ألا حضور دائما للأمريكيين، بيد أن تحركات واشنطن لا تنم عن حسن نيات، يقول المراقبون. محمد الفهد، بغداد، الميادين. وعلى خط موازٍ، نقل مراسل الميادين عن مصدر عراقي مسؤول تأكيده أن الحضور الأمريكي عند الحدود العراقية السورية وإنشاء قاعدة في التنف له مال أولوية لدى الولايات المتحدة للسيطرة على تلك الحدود. المصدر أضاف أن الأمريكيين يريدون البقاء في مناطق أعالي الفرات لربط المنطقة عسكريا مع التنف، وأن واشنطن تسعى إلى إنشاء قاعدة التنف بهدف كسر الرابط البري بين بغداد ودمشق وصولا إلى بيروت. المصدر العراقي كشف أن هدف القوات الأمريكية هو المثلث العراقي السوري الأردني في وقت تركت فيه لتركيا الجزء الشمالي من الحدود. وينضم إلينا من دمشق مراسل الميادين محمد الخضر، كما ينضم إلينا أيضا من بغداد مراسل الميادين محمد الفهد. اسمح لي محمد الفهد أن أبدأ من عند محمد من دمشق. محمد، يعني آخر المستجدات الميدانية في سوريا، وهل بدأ موضوع نية الولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية على الحدود العراقية السورية يتفاعل في دمشق؟ مساء الخير. في الواقع كل هذا الوجود الأمريكي سواء في شرق الفرات وهناك قواعد عديدة، سواء قواعد مهابط للطيران أو قواعد عسكرية أو حتى معسكرات تدريب وتحت العنوان دوما هو محاربة تنظيم داعش، هو محل ترقب في الواقع وتشكيك أساسا من قبل دمشق ومن قبل يعني كل الأوساط داخل العاصمة السورية. لماذا؟ لأن بطبيعة الحال أن الجهد الأكبر في مقارعة داعش والقضاء على هذا التنظيم تولته وحدات الجيش السوري وحلف بشكل رئيسي وبدعم من الحليف الروسي. هذا الأمر يعني معروف، وهذا الأمر دوما ما يجي التركيز عليه. اليوم الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السورية تناول هذه الجزية بشكل واضح، وأشار إلى أنه منذ بدء عمليات التحالف الدولي أو التحالف الأمريكي بشكل واضح كان هناك تضاعف للمساحات التي سيطر عليها داعش، جرى ذلك من عام 2015 ميلادية وحتى 2017، بينما الجهد الأساسي والقضاء على تنظيم داعش هو الذي تولته وحدات الجيش السوري وحلفائه، سواء في
في كل امتداد الجغرافيا سوريا، نعم، من ريف حلب، ريف حماة، وصولا إلى دير الزور والحسكة، وبقيت هذه العقدة في الواقع سواء في التنف هذا المعسكر أو القواعد الجوية والعسكرية على الأرض في محيط محافظة الحسكة أو في الجزيرة السورية. نعم محمد، اسمح لي أن أنتقل إلى محمد الفهد من بغداد. محمد، يعني قلت في تقريرك بأن الكلمة الفصل اليوم هي للحكومة العراقية، هل بدأت أي مشاورات رسمية على هذا الصعيد؟ رانا يعني حتى اللحظة لم يخرج أي تصريح من قبل الحكومة التي اكتفت بتصريحاتها السابقة التي أشارت فيها إلى بدء القوات الأمريكية الموجودة في العراق بخفض عديدها إلى 60%، وبالتالي بدأت الآن ردود الأفعال تتصاعد العراقية، والتي كانت هي ربما أقل حدة قبل أن ترتكب القوات الأمريكية أو الطائرات الأمريكية مجزرة في البغدادي، وبالتالي تسببت بتصاعد المواقف الرافضة سواء كانت على مستوى الجهات التي كانت تقاوم الاحتلال في ما قبل 2011، وأيضا الشرائح واسعة من المجتمع العراقي بالإضافة إلى الطيف السياسي العراقي. اليوم هنالك شبه إجماع شعبي وسياسي على أن الوجود الأمريكي غير مبرر في العراق، وأن هنالك تحركات ربما مشبوهة لواشنطن في العراق، ولديها نية لإقامة عزل جغرافي بين العراق وسوريا. ما ذكره رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ربما هي معلومات خطيرة، معلومات يتم التعامل معها بشكل جدي هذه المرة، لأنها خرجت من شخصية تشريعية رئيس للجنة أمن ودفاع داخل البرلمان العراقي، وبالتالي ربما سيتم التعامل مع هذه المعلومة من قبل الحكومة. ربما الحكومة عليها أن تجيب ربما الرأي العام العراقي، لأنها صاحبة الفصل، وهي تقول دائما أن الحكومة العراقية وفق الإطار الاستراتيجي يحق لها أن تطالب واشنطن بالانسحاب متى ما شاءت الحكومة العراقية، وأيضا هي من تطلب من واشنطن الدعم أو المستشارين في العراق. لكن المعطيات تشير إلى أن لدى واشنطن تحركات فعلية وجدية هذه المرة إلى أعالي الفرات لإقامة قاعدة مقابلة لقاعدة التنف، وبالتالي السيطرة على هذا الجزء من الحدود العراقية السورية. إذن سننتظر ربما الساعات والأيام المقبلة لمعرفة أكثر يعني موقف الحكومة العراقية، يعني على أثر يعني هذه المعلومات، وهي خطيرة جدا كما ذكرت. بكل الأحوال محمد الفهد، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لمحمد الخضر مراسلنا في دمشق. بهذه المعلومات أعود إليك سيادة العميد، أو أبدأ معك سيادة العميد، هذا الملف ملف سوريا والعراق يعني سوية، لماذا عاد الحديث اليوم عن إنشاء قواعد عسكرية أمريكية؟ لماذا هذا التوقيت بالذات؟ الواقع أن القواعد العسكرية الأمريكية منشأة منذ سنوات، يعني على في صحيح. سوريا هناك قواعد في عين عيسى وتل الأبيض وعين العرب وتل تمر والشدادي ورميلان، يعني وهناك مطار في رميلان، وأيضا هناك قاعدة في التنف في الجنوب. بالنسبة للعراق هناك في سنجار، وهناك تشاهد قواعد جوية كبيرة في منطقة القيارة، وهناك في كردستان العراق ثلاث قواعد، وهناك قاعدة في البغداني والغبادي والحبانية وعين الأسد، وفي منطقة بلد والتاجي على دجلة في شمال بغداد. هذا الوجود العسكري بدأ يسلط الضوء عليه في العراق باعتبار أنه موجود بموافقة الحكومة العراقية، فيما الوضع في سوريا يختلف، إذ أن الوجود العسكري الأمريكي هو خارج إرادة الحكومة السورية، وهو بالتالي بمختلف المقاييس غير شرعي دوليا. فيما يتعلق بالعراق، يعني كما قال محمد الفهد في تقريره أن هناك تحركات من أجل سياسية وبرلمانية من أجل طلب من الحكومة العراقية تخفيض أو إلغاء الوجود العسكري، لكن ماذا يحصل في الجانب السوري وتحديدا في هذه المنطقة؟ عندما دخلت القوات الأمريكية ومعها قوات سوريا الديمقراطية إلى شرق الفرات، حرصت على إبقاء منطقة، هذه المنطقة هي لا تزال تحت سيطرة داعش، وبين فترة أخرى داعش تشن هجوما على العراق إلى تل صفوق وأم جريس. في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية منعت الحكومة العراقية والجيش العراقي من اجتياز الحدود السورية لضرب داعش قبل أن تبادر بالهجوم إليها. إذن داعش هنا في أمان ويعيد تنظيم نفسه في هذه البقعة.
الدعم اللوجستي لداعش لا شك أن الجغرافيا لا تكذب، هو من هذه المنطقة التي تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن أن مقاتلي داعش الذين باتوا مغيبين يعني لم يقتلوا ولم يؤسروا ولم يعرف عنهم شيء، هم يعني عددهم يبلغ 3000 في الرقة ونحو هذا العدد في دير الزور وأيضا في الميادين والفوق بوكمال، معظم هؤلاء أصبحوا داخل منطقة قسد، وهناك أنباء عن إعادة تدويرهم ريسايكلج يعني وكأنهم منتج يعني، وإدخالهم في القوات حماية الحدود التي من المفترض أن تحمي هذه المنطقة، وقوامها على ما قال الناطق الأمريكي 30,000، وهذا يعني الإعلان عن إنشاء هذه القوات أثار الجانب التركي، فقام الجانب التركي برد فعل عصبي باتجاه عفرين. سيادة العميد جيدة يعني هذه الإحاطة يعني، نعم، فيما خص يعني تواجد داعش في المنطقة السورية، ولكن اسمح لي أن أعود إلى مسألة القواعد العسكرية الأمريكية. الحديث عن هذه القواعد ليس بجديد، ولكن من المعروف بأن هناك أهداف لهذه القواعد وهي عزل بغداد عن دمشق ومن ثم بيروت. هل هناك من احتمالية ليصل الأمريكي إلى هذا المبتغى مبتغاه؟ فعلا أحد الأهداف هو يعني إقفال الحدود العراقية السورية بالنار وبالتواجد الأمريكي، هذا أحد الأقفال أحد الأهداف. هدف آخر هو إبقاء داعش سيفا مسلطا على العراق. اليوم الحكومة العراقية والقوى السياسية تدرك أن داعش هنا وجاهزة، يعني عندما يطالبون الأمريكيين في الانسحاب تندفع داعش باتجاه العراق، ويقول الأمريكيون عندما بدأنا نسحب قواتنا أو سحبناها عدد داعش إلى الظهور، فيعودوا إلى الدخول بقوة وثبات أكثر. هذا سبب وجود داعش وحمايتها في هذه المنطقة. ثم أن جميع القواعد العسكرية في سوريا وفي العراق هي من نوع الموجود في مناطق معزولة وفي بوادي، أي أن المقاومة الشعبية ضعيفة جدا في هذه المنطقة، لا يمكن أن يعني تتم مقاومتها كما كان الحال في مدن بغداد والبصرة ومناطق أخرى حيث كان المقاومة العراقية. التواجد على التنف هل يمكن؟ يعني نعم، هنا في هذه المنطقة يصعب الهجمات، يعني لا شيء صعب مستحيل، إنما هناك صعوبة لضرب القواعد والحق خسائر بالجانب الأمريكي دفعه إلى الانسحاب. أما موضوع التنف فهو يعني موضوع إقفال الجانب المعبر الجنوبي في السوري العراقي من التنف إلى الوليد، لمنع بكل بساطة لمنع الاتصال السوري العراقي، وأيضا مراقبة الحدود الأردنية العراقية أيضا. وقامت تدعي الولايات المتحدة أنها أقامت ما يسمى منطقة عدم نزاع دي كونفليكشن زون في هذه المنطقة من أجل قتال داعش. نتذكر أنه عندما دخل الجيش السوري باتجاه دير الزور، تقدم باتجاه دير الزور، انطلق 600 عنصر من داعش من منطقة دي كونفليكشن زون عدم التنازع، وعرقلوا لمدة أسبوعين تقدم القوات السورية. يعني الأمريكيون يدعون أن هذه المنطقة هي لمحاربة داعش، فإذا داعش تنطلق منها يدعون أنهم يحاربون داعش هنا، وهي داعش جارتهم في هذا القطاع الذي تعيد تنظيم نفسها فيها. الموضوع خطير جدا، وتظهيره السياسي لا يتوافق مع الواقع على الأرض. يعني هناك اتهامات مبهمة للولايات المتحدة بدعم داعش، لكن هذه الخريطة وهذه الأرض تثبت أن من يحمي داعش في هذه البقعة ومن يؤمن لها العمليات أو التسلل داخل العراق هم الولايات هو الأمريكي والأمريكي أيضا. الخطر الخطير جدا اليوم وصلت داعش إلى شرق سامراء، يعني بالتسلل إلى شرق سامراء، واليوم الحشد الشعبي أصدر بيان أنه قصف موقعا لداعش في هذه المنطقة، وهذا أمر خطير جدا ويدق ناقوس الخطر عند العراقيين. أي إذا لم يبادر الجيش العراقي إلى الهجوم داخل الأراضي السورية على داعش فأن سيبقى هذه المنطقة تشكل خطرا عليه. ولكن بالحديث عن الأمريكي سيادة العميد، يعني وعلى لسان مدير الأمن الوطني الأمريكي قال بأن ميزان القوى بات لصالح دمشق، هذا الاعتراف الأمريكي إلى ماذا يؤشر وما يمكن أن يستتبعه أيضا؟ يعني هذا جاء في سياق أن الموضوع لازمة إسقاط النظام التي انطلقت عام 2011 قد انتهت، وأن بات من المتعذر على، هو يقول المعارضة، من هي المعارضة؟ هي تنظيم القاعدة في بلاد الشام وداعش،
يعني هو لا يجرؤ على قول لعناصر الكونغرس أنه عندما يقول قاعدة يقول معارضة فإنه يقصد تنظيم القاعدة الذي قصف واشنطن ونيويورك أو دم فجر في واشنطن ونيويورك، لذلك هو يقول المعارضة. لذا هنا ما قاله رئيس الاستخبارات الوطنية هو مبني على معلومات من وكالات الاستخبارات جميعها بما فيها وكالة المخابرات المركزية التي لديها يعني استخبارات سياسية في المنطقة، ووكالة الاستخبارات الدفاعية وهي وكالة عسكرية يعني تنشط حيث يكون الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الأمريكية بشكل عام، والأخبار التي تقدمها أو التقارير هي ميدانية. ثبت ميدانيا أنه يتعذر إسقاط النظام، أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لا تقيم كيانا هنا في المنطقة من أجل عرقلة عودة النظام والدولة السورية إلى سيادتها على أراضيها، وأيضا هنا لمنع الاتصال بين العراق وسوريا من الجنوب ومع الأردن بشكل أخص كمان. سيد العميد، سوف نواصل الحديث عن الملف السوري، ولكن أيضا يعني في مكان آخر، حيث كانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت أن جبهة النصرة تعد بالتعاون مع الخوذ البيض لاستفزازات في إدلب لاتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية. مريم عثمان، أهلا بكم. جبهة النصرة تعد لعملية استفزازية في إدلب شمال سوريا بالتعاون مع منظمة الخوذ البيضاء، هذا ما أعلنه مركز المصالحة الروسي في سوريا، مؤكدا أن أحد سكان إدلب كشف للمركز نقل جبهة النصرة أكثر من 20 أسطوانة تحتوي على غاز الكلور إلى إحدى القرى في المحافظة. أحد سكان مدينة سراقب في محافظة إدلب أبلغ المركز الروسي للمصالحة إعداد النصرة مشاهد مصورة لعرضها على الهواء عبر قناة تلفزيونية أجنبية، واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة، مشيرا إلى أن عناصر الفرع المحلي لمنظمة الخوذ البيضاء مثلوا بروفات لإسعافات أولية وهمية وهم يرتدون وسائل حماية فردية، وزعموا إنقاذ السكان المحليين من التسمم بغازات سامة. هذه المشاهد صورها بحسب شهود عيان مصورون محترفون وضعوا على الميكروفون غطاء قماشيا نقش عليه اسم قناة CNN الأمريكية. ليست هذه المرة الأولى التي يكشف فيها عن دور مشبوه لمنظمة الخوذ البيضاء في سوريا. جلسات في مجلس الأمن استندت إلى شهادات أعضائها مرارا لاتهام دمشق باستخدام الكيميائي، بالرغم من بروز مؤشرات متعددة على انتماء أعضاء المنظمة إلى جبهة النصرة المصنفة إرهابية. منظمة أطباء سويديون لحقوق الإنسان كشفت ما وصفته بخداع الخوذ البيضاء، مشيرة إلى أن من يسمون أنفسهم منقذين ومتطوعين لم ينقذوا الأطفال السوريين في خان شيخون، بل على العكس قتلوهم لتصوير مقاطع إعلامية أكثر واقعية. المنظمة شددت على أنه بعد التدقيق في المقاطع المسجلة التي تظهر معاناة أطفال سوريين نتيجة هجوم كيميائي في خان شيخون، توصل الخبراء السويديون إلى أن المنقذين حقنوا أحد الأطفال بجرعة أدرينالين في منطقة القلب، مع العلم أن الإسعاف الأولي لمصابي الهجوم الكيميائي لا يجري بهذه الطريقة، كما أنهم حقنوا طفلا بمخدر عام ليظهر الفيديو الطفل وهو يحتضر بسبب زيادة جرعة المخدر، فيما لم تظهر على بقية الأطفال أي أعراض تسمم بالغازات الكيميائية. الصحفي السوري عباس جمعة كشف عام 2016 أيضا كذب المنظمة بعد نشرها صورا تزعم فيها إنقاذ السكان المدنيين في سوريا، وقد وثق عباس جمعة ثلاث صور من الصور المنشورة للفتاة نفسها ولكن في ثلاثة أماكن مختلفة. في العام 2015 اتهمت المنظمة بتلفيق صور حاولت بواسطتها إقناع الرأي العام العالمي بأن الطائرات الحربية الروسية قصفت أحياء سكنية في إدلب، وتبين لاحقا أن هذه الصور التقطت قبل ثلاثة أيام من بدء العملية الروسية في سوريا. بعد استهداف محيط المشفى فيها شيعت عفرين شهداءها في جو من الحزن والخوف من تعرض أكثر من مليون نسمة للقصف التركي. تقرير علي مرتضى. منذ انطلاقها لم تشهد الحرب التركية على عفرين قصفا منتظما للمدينة، فعفرين تؤوي أكثر من مليون نسمة، نصفهم تقريبا من النازحين،
الشوارع هنا لا تكاد تخلو من المدنيين، ولا سيما في شارع المشفى هذا، حيث يعد أحد أكثر الأحياء اكتظاظا وحركة. مثل ما شفتوا امبارح ثلاث قذائف اجت، واحدة اجت بالحديقة أطفال، الحمد لله ما صار شيء، واحدة اجت قدام المستشفى مشفى مشهد مشفى عم. لك مشفى مدني مدني هذا. نزل قذيفة استشهد واحد انجرح ثاني، والثالثة اجت هون محل ما عم نحكي هون هون اجت هون هون. شوفير تراكتور ستير مي عم ينقل مي للعالم انجرح حملناه على المستشفى. الشهداء شيعوا إلى مثواهم الأخير، فيما الجرحى يرقدون في مشفى عفرين المستهدف يتلقون العلاج في جو من الخوف من أي استهداف جديد. كنت بينك مع الشباب، قلت لنا يا شباب في صوت قوي ها ومو خلينا نروح لهم بلا ما تطبون. قال لا 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 تخاف ما في شيء. أنا قمت مشيت وصلت لنص الطريق تطلع الدركتور أروح، عم اجت قذيفة ورا الدركتور. النهار اجت قذيفة ما حسيت بشيء طاول. تميت تقريبا شيء خمس دقائق في الأرض لبين ما حسيت. صواريخ الجراد تحمل إلى جانب الموت رسالة تخويف إلى أهالي عفرين. قد يكون القصد إحداث موجة نزوح أو تكريس شرخ بين وحدات حماية الشعب والمواطنين السوريين هنا. شو مفكر أنت؟ أنت عم تضربنا قذيفة من هون وقذيفة من هون والطيران من هون. إذا أنت رجال خليك تع مقابلة النسوان ورجال، مو تجي فوقنا طيران. ما بنخافك من طيارك ومن قذيفك، وش عم تساوي ساوي؟ إذا نحن إذا عفرين إذا ماتوا ولادنا فيه أطفالنا فيه، روح احكي مع أطفال صغير. عم بحكي عم بقول إيش هالبني آدم، إيش هالأردوغان، لك مو حرام؟ شبح الموت لم يكبح الحياة في عفرين، فبرغم الخطر لا تزال هذه المدينة تنبض بالحياة حتى اللحظة. تحمل صواريخ الجراد هذه الموتى المحققة لأهالي عفرين، بعضها قد يصيب والآخر قد يخطئ، ولكن المؤكد أن مع كل إطلاق هناك عائلة ستفجع وجنازة ستنطلق. علي مرتضى، مدينة عفرين، الميادين. ويبقى معنا موفد الميادين علي مرتضى، ولكن من حلب. يعني علي، كيف تركت عفرين؟ ماذا عن آخر التطورات الميدانية؟ يعني اليوم لم تشهد مدينة عفرين كمدينة أو كمركز مدينة أي قصف من قبل المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا ولا من قبل الجيش التركي. تركزت ربما الاشتباكات في الأطراف وخاصة في الطرف الشمالي وبالتحديد شرق بلبل، حيث كان هناك اشتباكات عنيفة في منطقة دورقلي. هناك صدت وحدات حماية الشعب هجوما للمسلحين المدعومين من تركيا الذين حاولوا أن يحدثوا خرقا في المنطقة التي تحاذي منطقة شيخ خورز في شمال عفرين. أما في الجنوب أيضا فقد كان هناك اشتباكات عنيفة اندلعت في تلك المنطقة وخاصة في جنوب غرب عفرين باتجاه الحدود التركية وانطلاقا من منطقة أطمة حيث تسيطر تركيا أيضا، وبالتحديد في منطقة أغجلي والتي تحاذي جنديرس من الناحية الجنوبية الشرقية. هذه المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة جدا تحت غارات الطيران وقصف المدفعي التركي العنيف في محاولة للتقدم إليها والسيطرة عليها. بالسيطرة على أغجلي يمكن القول بأن المسلحين قد وصلوا إلى تخوم جنديرس وقد أصبحت جنديرس مباشرة موقع التحام، ولكن حتى هذه اللحظة مصادر وحدات حماية الشعب الكردية أكدت بأن الوحدات لا تزال صامدة داخل أغجلي ولا تزال الاشتباكات فعالة أو قائمة في تلك المنطقة. وقد راهن البعض من المحللين والذين يتابعون سير العمليات على استعادة أغجلي خلال ساعات الليل، خاصة أن هذا السيناريو قد تكرر أكثر من مرة في أكثر من قرية، لأن الوحدات تعلم جيدا طبيعة المنطقة وبالتالي تستطيع الهجوم ليلا وتستفيد من ضعف العدو الذي لا يعلم طبيعة المنطقة وبالتالي يصبح ضعيفا في الليل. أيضا هناك خبر سريع، يعني أوردت وكالة الوكالات الإعلامية التابعة لتركيا وكذلك تنسيقيات المسلحين عن السيطرة على قرية قودي، وهي القرية التي أسقطت فيها المروحيتين التركيتين. الوحدات أكدت بأن هذه القرية لا تزال موضع اشتباك ولم يتم السيطرة والتثبيت فيها من قبل المسلحين المدعومين من تركيا. نعم، اسمح لي علي يعني أن أعود مجددا معك إلى تطورات عفرين. تقول يعني بأن الأوضاع هادئة نوعا ما هناك، ولكن قلت أيضا في تقريرك بأن يعني صواريخ الجراد تحمل أكثر من رسالة، رسالة موت وأيضا رسالة تخويف ربما لإحداث موجة نزوح معينة. هل تحقق هذا الهدف التركي من خلال هذه الصواريخ؟
يعني بالتأكيد لا، حبذا لو كان التقرير يتسع لأكثر من مقابلة قد أجريناها، ولكن لأسباب تقنية لا نستطيع أن نضع كل المقابلات. وحتى من خلال تفاعلنا مع الشعب السوري في عفرين الواضح بأن هناك صمود، لم تشهد أي حالة نزوح من تلك المنطقة ولا حتى عائلة واحدة نزحت من عفرين باتجاه خارجها إلى مناطق سيطرة الدولة السورية أقله. كما تعلمين فإن منفذ نبل الوزراء ومفتوح أمام الجميع، ولكن هناك رغبة في الصمود داخل عفرين ومعرفة بأن الخروج من عفرين يعني بمعنى آخر تدميرها من قبل الطائرات التركية، وبالتالي المدنيين يحاولون التشبث بأرضهم والبقاء في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك علي مرتضى موفد الميادين إلى حلب على كل هذه المعلومات. أعود إليك سيادة العميد، تريد أن تتحدث عن الخوذ البيضاء؟ نعم. وسؤال أيضا مضاف، كيف يمكن تقييم العملية العسكرية التركية في عفرين؟ نعم. وخاصة بأنها انطلقت يعني بطموحات تركية ميدانية عالية السقف. نعم، بالنسبة للخوذ البيضاء السلطات الروسية تقول أنهم يعني على تعاون تام واتصال تام بتنظيم القاعدة في بلاد الشام جبهة النصرة، كما العديد من المنظمات غير الحكومية يقولون ذلك، وهم أصلا يعملون في مناطق انتشار تنظيم القاعدة في بلاد الشام. طريقة عملهم هي طريقة احترافية، هم يعني شبه استوديو في الهواء الطلق، يختارون الصور وهنا مجموعه مصورين ويختارون مشاهد معينه ويعملوا يعني ويركبونها ويرسلونها. يعني هناك فضائح في عملهم، مثلا عندما يظهرون القتلى ياتون بجثث القتلى ويضعونها بالصف، وكان عندما سقط السلاح الكيماوي كانوا جميعا نائمون على صف واحد وحسب الاعمار وحسب فضلا عن ان هذه مشكله في الاخراج. نعم، العوامل الكيميائيه المستخدمه المفترض انها استخدمت هي تقتل ليس فقط البشر بل تقتل الحيوانات والحياه كلها. لم نجد قطه او كلب ما هي تتواجد بشكل كبير قد اصيب بهذه العوامل الكيميائيه، فقط هناك اشخاص ربما ماتوا بطريقه او باخرى من الخوذ البيضاء. اما موضوع عفرين، ننتقل الى الخريطه بشكل اوضح. هذه خريطة عفرين، هنا هذه المدينة العاصمة عفرين، يبلغ ارتفاعها نحو 800 متر عن سطح البحر. هناك بعض التقدم في المناطق السهلية من الجنوب الشرقي الغربي في أجلة، ومن الشمال في منطقة شنكل وكوروني هنا، أيضا في منطقة قسطل هناك في عرقلة كبيرة وصعوبة كبيرة. ما قاله علي مرتضى حول الهدوء هو نتيجة مراجعة القيادة التركية لقراراتها بعد أن منيت بخسائر كبيرة، 35 قتيل ونحو 300 جريح، ولم تحقق أي تقدم. هناك موازنة يجريها الأتراك اليوم بين شن عملية كبيرة باتجاه عفرين والتسبب بمقتل مئات الجنود الأتراك وآلاف الأكراد وإثارة نزاع إثني بين الأكراد والأتراك ويمتد إلى كل منطقة، وهذا أمر خطير جدا على تركيا، أو بين يعني إيجاد صيغة ليوقف هذه الحرب. إذن يعني تركيا اليوم يعني في مرحلة مراجعة. نعم. الحسابات فيما خص عملية عفرين. سوف نواصل هذه الميدانية سيادة العميد، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا مشاهدينا. أهلا بكم من جديد. اعتدت مجموعة من المستوطنين بالضرب على الشاب المقدسي في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقد أصيب الشاب إصابة عديدة في الوجه والرأس، نقل بسببها إلى المستشفى. وقد تم الاعتداء على الشاب بعد اقتحام عشرات المستوطنين باحات الأقصى ظهر اليوم. ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. ناصر، يعني ماذا في تفاصيل خبر طعن شاب مقدسي وأيضا انفجار لغم بجنود إسرائيليين؟ تحياتي رنا. في البداية كان هناك بشكل ممنهج ومتعمد اقتحام للمسجد الأقصى بالسلسلة. عند خروج المستوطنين من المسجد الأقصى باتجاه باب السلسلة قام احد المستوطنين بالاعتداء على شاب فلسطيني على ما يبدو باداء حاده في منطقه الوجه الى الرقبه، ظن الجميع بانه طعن حتى وخطر على حياته، تم نقله بالاسعاف. الغريب في الموضوع ان شرطه الاحتلال لم تعتقل احد، لم تطلق النار كما ضده كما تفعل مع الفلسطينيين، ولم تقم الدنيا ولم تقعد، بالعكس شرطه الاحتلال في القدس تقبلت الامر وكانه شيء عادي.
فيما يتعلق بانفجار لغم في منطقة المرطس بدورية للاحتلال وإصابة 7 جنود، الأمر اللافت للانتباه أن منطقة المغطس هي منطقة سياحية من الدرجة الأولى، يعمها مئات الآلاف من المؤمنين والحجاج سنويا. هناك المغطس الشرقي على ضفة النهر عند الأردن، والمغطس الغربي في فلسطين في مدينة أريحة. كل من يزور هناك يشكو بأن هناك حقول ألغام قريبة جدا وملاصقة لمكان الحجيج، بحيث أنه حتى التلفزيون الإسرائيلي نفسه كان في الشهر الماضي في يناير في عيد الغطاس تساءل لماذا هذه الألغام قريبة جدا من الناس. الأمطار التي عصفت في الأيام الماضية جرفت عدة ألغام، فكانت على طريقة من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. الاحتلال وضع حقل الألغام حول السياح لكنها انفجرت بهم. نعم، شكرا جزيلا لك ناصر اللحام، وأنت مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، على كل هذه المعلومات أيضا. إذن من الميدان الفلسطيني إلى الميدان اليمني، حيث أفاد مراسل الميادين قبل بعض الوقت باستشهاد امرأتين وطفلين في غارة للتحالف السعودي على منزل مواطن في منطقة الحجلان بصرواح بمأرب. المزيد من التطورات الميدانية في هذا التقرير. حارقة باتت رمال الصحراء اليمنية ولهيبها لا يفرق بين طفل وامرأة وشيخ. عشرة الغارات الجوية شنتها طائرة التحالف السعودي على محافظة صعدة ومنطقة مران بمديرية حيدان. وفي تعز جنوبي اليمن قتل وجرح عدد من قوات هادي في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في جبل الهان بضباب غرب المدينة. وبحسب مصدر عسكري يمني قتل عدد من قوات هادي في تدمير آلية عسكرية لهم بعبوة ناسفة في جبهة الساحل الغربي. هذا فيما تتواصل المواجهات بين الطرفين بمحيط معسكر خالد بمديرية موزع جنوب غرب تعز. إلى ذلك تصدى الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف كبيرة لقوات هادي وقوات التحالف السعودي باتجاه مدينة ميدي الحدودية، ما أسفر عن مقتل العشرات بينهم سودانيون. عملية الزحف تزامنت مع شن طائرات التحالف السعودي أكثر من 30 غارة على ميدي. وفي الجوف شمال شرق البلاد أفاد مصدر عسكري بسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي في تدمير آلية عسكرية بعبوة ناسفة في منطقة اليتمة. جبهات ما وراء الحدود اليمنية السعودية شهدت قصفا صاروخيا للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات الجيش السعودي في مواقع الجمارك ورقابة الهنجر وتبت الخزان في عسير السعودية. ومعنا من صنعاء مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد، يعني لو تضعنا في صورة التطورات الميدانية، يبدو بأن هناك تطورات تحديدا في تعز ومأرب. نعم، بداية هناك شهداء وجرحى من المدنيين خلال الساعات القليلة الماضية من نتيجة جراء غارات لطائرات التحالف السعودي على محافظتي مأرب وأيضا الحديدة. الغارات أدت إلى سقوط 6 شهداء جلهم نساء وأطفال. تأتي الغارات أيضا على محافظة الحديدة وتحديدا في مديرية الجراحي باستهداف محطة للغاز في خضم المواجهات العنيفة بين القوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى، ولا سيما في مشارف مديرية حيس التي تسيطر عليها قوات الرئيس هادي. هناك معلومات أنه خلال الساعات الماضية كان هناك محاولات لقوات الجيش واللجان الشعبية بالتقدم من اتجاه جبل راس إلى اتجاه مديرية حيس لاستعادة هذه المديرية، ولكن نتيجة الغطاء الجوي المكثف لطائرات التحالف السعودي أدى إلى فشل هذه المحاولة. هناك أيضا تعزيزات لقوات الرئيس هادي في مديرية حيس تحاول التقدم باتجاه مديرية الجراح التي استهدفت من قبل طائرات التحالف السعودي بغارات
جوية مكثفة، هي تأتي قبيل استعدادات لقوات هادي والتحالف بالتقدم أكثر باتجاه مديرية الجراحي بالحديدة غرب اليمن. ما يتعلق بتعز جنوبي اليمن، كانت المواجهات تركزت في مديريتي الصل وأيضا في مديريتي الصل وأيضا موزع. المواجهات تركزت في الصل ونتيجة قصف وتبادل للقصف الصاروخي والمدفعي بين الطرفين، وأما في موزع فكانت شمال معسكر خالد بالمديرية، وحقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات من خلال استهداف مواقع لقوات الرئيس هادي وتدمير عدد من الآليات العسكرية. نعم، طيب هل هناك من جديد على يعني على جبهة الحدود اليمنية السعودية أحمد؟ هي العمليات متواصلة للجيش واللجان الشعبية على الحدود اليمنية السعودية، كان آخرها عمليات قنص في جيزان. مصدر عسكري للميادين تحدث عن قنص جنديين سعوديين في جيزان السعودية، بالإضافة إلى أن كان هناك عمليات قصف صاروخي ومدفعي متفرق على مناطق متفرقة من نجران أيضا السعودية. شكرا جزيلا لك أحمد زبيبة مراسل الميادين، كنت معنا من صنعاء. أعود إليك سيادة العميد ونفتح معك يعني خريطة اليمن، يعني هل لا يزال الواقع الميداني على حاله؟ هل من تغيير فيما خص ميزان القوى على الأرض؟ يعني أود أن ألفت إلى الطبيعة الجبلية والتضاريس القوية لليمن التي ظهرت في التقرير في المشاهد، ما يدل على صعوبة على المعارك وأن لا يمكن حسمها بوقت قليل. ما يجري حاليا هو يعني حرب استنزاف على شبه خطوط تماس في جميع الاتجاهات. هنا في منطقة صرواح حيث هناك تضاريس شرق صنعاء، تضاريس قوية وتتوزع المواقع، هناك غارات للطيران على مناطق في صرواح ومناطق أيضا في الحديدة، وهناك أيضا اشتباكات في صحراء ميدي وهي المنفذ الشمالي الحدودي بين جيزان واليمن محافظة الحجة، حيث الأنباء تقول أن هناك قوات سودانية تنتشر على طول الحدود، وقتل منها بالأمس العديد من العناصر السودانيين الذين يقاتلون في إطار التحالف العربي. أيضا هناك هجمات سمعنا عنها، تمهيد كبير في الإعلام من محافظة الجوف وصحراء الجوف باتجاه مدينة صعدة، وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة من إعلام التحالف لكنها خفتت فجأة ولم نعد نسمع بها بسبب اصطدامها بهذه التضاريس وبالدفاعات القوية للجيش اليمني ولأنصار الله. المعارك تصطدم في هضبة اليمن، اليمن تاريخيا هي الهضبة هذه بكاملها من تعز إلى صعدة شمالا، وأما باقي المناطق فهي صحراء الجوف وصحراء وبادية حضرموت والمهرة، هذه مناطق غير مأهولة. يعني السكان هناك في الجنوب، هناك مناطق مأهولة في عدن وبعض المدن زنجبار وأبين والمكلا، لكن الهدف الأساسي يبقى هضبة اليمن ولا يزال عصيا على قوات التحالف العربي في البر. وعن هذا الموضوع اسمح لي أن أسألك، يعني سيادة العميد تقول يعني بأن يعني هناك خفوت فيما خص المواجهات يعني على جبهة الجوف، نعم. هناك أيضا خفوت فيما خص العاصمة صنعاء، يعني لم نعد نسمع كثيرا عن محاولات لكسر يعني ربما الطوق يعني الذي يحيط به صنعاء، يعني وعن جبهة نهم وما إلى صح ذلك. نهم وصرواح لا تزال جبهة تقصف بالطيران بشكل شبه يومي، وهناك محاولات تقدم لكن لم يتم تحقيق أي تقدم على جبهة نهم وفردة نهم وصرواح باتجاه صنعاء. لا تزال يعني القوات بعيدة نحو أكثر من 60 كيلومتر شرقي صنعاء ولم تستطع الاقتراب منها. الأمر نفسه هناك في تعز تماس شبه يعني خطوط تماس تقليدية باتت في هذه المنطقة، استطاعوا نعم التقدم بمنطقة ذباب وبخة ثم توقف التقدم هنا. يتم تركيز التحالف العربي أحيانا في العمليات والإعلام على الساحل، ونسمع أن الحديدة باتت هدفا وباتت هدفا قريب التحقيق للوصول إليه، وتشن الهجمات من اتجاه ميدي بالشمال ومن اتجاه المخا في الجنوب ثم تخفت كلها، وننتقل إلى الحديث عن الهجوم على صعدة باعتبار أن صعدة هي قاعدة أنصار الله. من اختراقات تسجل على الساحل؟ لا، فقط باستثناء المخا
وبعض مناطق حيس لم يتم يعني اي رصد اي تقدم للقوات التحالف العربي، ولا تزال القوات الأنصار الله والجيش اليمني ليس فقط تدافع انما تشن هجمات باتجاه مواقع قوات الرئيس هادي في هذه المنطقة المقابلة، وتشن هجمات وعمليات قنص في نجران وعسير وجيزان السعودية، وأيضا هناك جبهة ميدي يعني التي شن التحالف العربي فيها عشرات الهجمات ومنيت جميعها بالفشل. إذن يعني الواقع الميداني لا يزال على حالة، وربما يعني العقدة الأساس في الهضبة هي هضبة اليمن، يعني هي اليمن الهضبة أساسا، يعني هذه هي اليمن. طيب إذن أشكرك سيادة العميد يعني على كل هذه الإحاطة الأمنية وأيضا العسكرية فيما خص الميادين كافة. إذن مشاهدينا إلى العناوين مجددا. اعتراف أمريكي بتبدل ميزان القوى في سوريا لمصلحة دمشق. مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين تعتدي بالضرب على شاب مقدسي في منطقة باب السلسلة في البلدة القديمة. استشهاد امرأتين وطفلين في غارة للتحالف السعودي على منزل في صرواح في اليمن. للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر للميادين يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.